لا صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طولت، ما نزلت لكم فيديو طويل، حبيت اليوم أصور ومنتج وأنزل لكم، لأنه صراحة يعني اشتقت لطلتكم في القناة. فاليوم كان فلوق يعني بسيط، بس نوعا ما يعني انبسطت، عملت بخور رهيب شديد. بس للأسف الشديد الفيديو بتاع البخور ما قدرت يعني أنزله لكم، لأنه حسيت مدة الفيديو حيكون طويل وممكن تملوا. فإذا أنتم بتحبوا الفيديوهات تكون طويلة ما عنده مشكلة. أنا عملت الفيديو بس حسيت إنه حيكون طويل عليكم، قلت أنزله لكم في فيديو تاني إن شاء الله. عملت بخور صندل رهيب جدا، حابة أوريكم بديت يومي كيف. صحيت بدري بعد ما طلعت أبو الأولاد، عملت شاي حليب، قلت أشبع بالشاي مع البسكويت حتى أطلع من البيت، لأنه طلعت تقريبا زي الساعة 9، فكان لازم أمشي. هنا خلاص كنت استودعهم في ودائع الرحمن، لأنه هم كانوا نايمين، الأولاد كانوا نايمين، استودعتهم وقفلت الباب وطلعت. أول شيء كنت لازم أمشي اللولو، عشان زي ما بتعرفوا المدارس واللانش بوكسات والقصص دي. فطلعت الحمد لله، أول ما طلعت لقيت تاكسي، اتوكلت على الله ومشيت اللولو. طبعا دايما الصباح المول بيكون فاضي والدنيا بتكون رايقة شديد، بتقدر تشتري حاجاتك بقدر ما تقدر يعني. وكمان يعني سبحان الله بتعرفي تفتشي كويس، مرات بتشيلي الحاجة من العروض بتمشي تلقي بها جوا انه في يعني السعر احسن من السعر المعروض برا. فجيت المول، زي ما انتم شايفين المول كان فاضي، يعني يا داب زي ما بيقولوا الموظفين كانوا بيشتغلوا بفتحوا المحلات، وكمية من المحلات مقفلة. وحبيت أوريكم بس الدنيا كانت صانة كيف. دخلت، أنا نزلت اللولو، نازلة تحت اللولو، يعني ما شاء الله عليهم الهنود، يعني يمكن أكتر شعب بيكونوا عندهم النشاط والحماس ما شاء الله. فنزلت لقيت اللولو بس اللي فيه حركة، والمحلات اللي قبل اللولو كل ما شاء الله شغالين ومفتحة وكل شيء، يعني إلا المحلات الكبيرة. نزلت أشوف المطلوب، حاولت قدر الإمكان إنه ما اشتري حاجات كثيرة. حاولت يعني أول ما دخلت مشيت محل العروض، طبعا بيكون في صفوف في كل المحلات عاملين عليه عرض، فبالمناسبة مرات سعر العرض ده يعني هو بس مغري، ما بيكون عليه عرض شيء كده واو، يعني ممكن تلقي زيادة درهمين، يعني ناقص منقصين مثلا من درهمين. ومرات أصلا بتكوني بتلقي إنه هو أصلا ما في عرض، حاجة كده درهم نص درهم، ما هو العروض اللي واو. فسبحان الله يعني بس شلت اللي شيل الملحوق. وبعدين شفت النواقص في البيت، حاجات بسيطة زي ناس المربى وكده. جيت هنا في قسم الخضار، اشتريت الخضار وخلصت سريع سريع، يعني بقدر ما بقدر قلت ما أطول. اشتريت الحاجات الحمد لله خلصتها، طلعت من اللولو. قلت خالص خالص ما حنتهز الفرصة وأخش المحلات. طوالي من اللولو طلعت، زي ما انتم شايفين الشوارع لسه فاضية. خدت الحاجات في الخضار، كان أسعارهم حلوة شديدة الليلة، الخضار كان مناسب يعني سعره. أظن الباذنجان بدرهمين الكيلو، الطماطم بأربعة تقريبا، حاجة زي كده يعني. فجيت البيت، حاولت يعني قدر ما أقدر إنه أنا أخلص سريع وما أطول، يعني ما يعني لو قعدت خلاص حكسل. جيت طوالي فضيت الخضار زي ما انتو شايفين، كنت بفضي الحوض عشان فضيت الاكياس والكراتين، جبت الحاجات اللي جبتهم يعني زي ما انتو شايفين. لميت سريع سريع، فكان لازم اجهز لي حاجة ياكلوها بدري، لانه يوم السبت عندنا بيكون، يوم الاحد عفوا عندنا ما في دوامات، فمحمد بس يعني دوامه بيكون خفيف فبرجع بدري. فانا بس خففت الدنيا وقلت طوالي اعمل لي حاجة كده خفيفة يجي ياكلوها. فالحمد لله شكر الله. طبعا الواحدة يعني بتحاول ترتب امور، تحاول ترتب بيت، تحاول ترتب المطبخ، خاصة المطبخ ده بتحاولوا ترتبوا قدر ما بتقدروا، لكن ما بترتب خالص. هنا بعد ما خلص نظفت الحوض، قلت اعمل سلطة باذنجان بحبه شديد، مش اللي هو سلطة السويد، لا الباذنجان اللي مقلي، كمان معاه بصل ومعاه طماطم، نحن بنعمله بالفول السوداني والليمون وكده، الدكوة يعني نحن بنقول عليه الدكوة، هو الفول السوداني. سخنت الزيت، وهنا كنت
طلعت شوية لحم ما كتير، معاه بصل وفلفل أخضر، وكمان كنت عندي بطاطس عاملة ودجت، بس آخر شيء بعد ما خلاص اللحم ينضج حنزل عليه بالبطاطس، لأنه كان في شوربة. اللي عاوز يشرب، اللي ما عاوز ياكل سلطة الباذنجان ممكن يشرب الشوربة مع البطاطس والخضار المعمول باللحم. تمام، الغدا كان شبه كده خلصته، جيت للثلاجة. طبعا زي ما انتم بتعرفون من يوم الجمعة، يعتبر من يوم الخميس يعني بيكون الويك اند، فالبطلب من برا ويجيب ويجيب ويجيب، والثلاجة بتكون مليانة، فأنا ما بتعب نفسي خالص يوم من يوم الخميس لحد ما أصل يوم الأحد، ما بتعب نفسي خالص عشان أرتب الثلاجة، لأنه صراحة ما بترتب يعني، ما شاء الله تبارك الله، خاصة إذا البيت الحركة كثيرة في البيت، إذا الأطفال ما شاء الله بيدخلوا حتى الكبار يعني، فأنا بس بحاول إنه يعني ما أخلي أكل كثير في الثلاجة بقدر ما بقدر، حتى لو في بفضي يعني، هسي فضيته ده سخنت جزء رسلته مثلا برسل للناطور، أو مثلا تحت بيكونوا فيه، فأنت الأكل اللي بيكون خلاص قعد معاك يومين طلعيه من الميكرويف، طلعيه من الثلاجة عفوا، سخنيه بالميكرويف أو بالفرن، ممكن توديه تحت للناس وكده. هنا كانوا يتغدوا خلاص الدنيا راقت، قلت اعمل لهم تحلية عشان حيصحوا جعانين لانه اكلوا بدري. طيب دار اوريكم التحلية دي، حلوة شديد، حلوة شديد، انا ذاتي شفتها عين واحدة سورية الله يديها العافية، هو حليب سايل، اذا ما عندك حليب سايل ممكن حليب باودر، حتنزل عليه بمعلقتين او 3 معالق كبيرة من النشا على حسب الكمية اللي انت عاوزة تعمليه، اذا انت عاوزة تعمل كمية كبيرة من الحلى ممكن 4 معالق من الكورن فلور على 4 أو 5 كاسات من الحليب. تمام، بعد ده انا نزلت عليه بمعلقة من الزبدة او السمن، بديه طعم حلو شديد، وبعد برفعه في النار، بعد ما ترفعيه في النار يعني ما بياخد من زمن كتير في النار، هنا بيكون القوام ما تخليه تقيل، لانه النشا كل ما اخد مسافة برا هو بتقل براه يعني، فما تقلوا النشا بس. خلاص بعد ده بنجيب اللي هو الورق بتاع البيف باستر، بيكون يعني الورق انا ما عارفه اقول لكم شنو، اذا بس تطبقوها زي ما انا طبقته او لا، فالاحسن ما يتطبق، لانه لو طبقتيه بيكون في طبقه من جوا طري، لكن الاحسن هو يكون مقرمش. بتجيبيه وتدهين الصينيه، انا بعد ده جيت قطعته. تمام، اذا ما حابه تقطعيه وتخليه كده عادي، انا قطعته وبعدين هدهن الوش، وكل قطعة طبقته مع التاني. تمام، بعد ده مسحت الوش بالزبدة ودخلته الفرن، شايفين بيكون قطعته بالشكل ده، وكله 2 هاخدهم مع بعض، اذا انتي ما حابة تاخدي كل 2 مع بعض ممكن تخليهم كده عادي. تمام، فالاحسن تخلي كده، لانه انا صينية عملته 2 مع بعض، والصينية التانية عملتها يعني كل واحد يعني ما طبقته، انا بس اديته كده بالمضرب، او ممكن تعمليه كمان بل هو بنقول عليه بتاع البيتزا، معلش الاسم طار لي بس. خلاص بعد ده بتدخليه الفرن، طبعا ما بياخد من زمننا كتير في الفرن البيف باستر، لانه ما زي باقي العجين. حتجيبي الصينية، طبقة من الخليط اللي عملناه، وطبقة من البيف باستر، وبعدين تزينيه بأي نكهة انت عاوزاه، سواء كان شوكليت سواء كان كراميل او كده، كان شكله في الفرن هو طبعا بيتنفخ براهو. هوريكم اخر طبقة عملتها كيف، اخر شي في الحل عملته كيف، بس كده ده كان شكله بعد ما طلع من الفرن، حلو شديد، هو طعمه حلو شديد، ممكن اصلا تكتفي بالبيباسو مع الشاي الاحمر، ممكن هو كده تعمل عليه صوص بتاع الكراميل او صوص شوكولات، هو شي حلو يعني مقرمش شديد. بعدين جبت الصينية دي، هنزل عليه بشوية من الصوص، بعدين الخليط هو زي المهلبية، بس انا النكهة بدل الماء ورد والحاجات دي زدت عليه فانيليا وسمن او زبدة، تمام، عشان النكهة ما يمشي ليها على المهلبية. بعد ده حترصي من البباستر، وبعدين تاني حتخطي طبقة من المهلبية، واخر شيء شوكليت زي ما وريتكم، اي نكهة انتو بتحبوها ما شرط يكون شوكليت، انا بس عملت شوكليت بالحمام مائي ونزلت في الطبقة الأخيرة. الحلى حلو شديد، خفيف وظريف، وكمان يعني حتى خفيف على المعدة، ما تقيل. دي الطبقة الأخيرة، حنزل عليها بصوص الشوكولا زي ما وريتكم، وخلاص ده كان روتين اليوم. أنا
هو روتين بسيط وما عارفة اقول لكم عنه شنو، بس زي ما وريتكم في بداية الفيديو حبيت اطلع عليكم، وكمان زي ما وريتكم عملت فيديو حلو شديد عن البخور للناس اللي حابين يعملوا البخور في البيت، او مثلا اي واحدة مغتربة وحابة تتعلم البخور بيعملوا كيف. هنزل لكم الفيديو ان شاء الله ان شاء الله بكرة. خلاص ده كان فيديو اليوم، وكمان بعد ما خلصت من البخور وكمان حسيت انه عاوزة اتحنن، عجنت الحنة، وكمان يعني خلاص هو نهاية الأسبوع تعب وبداية الأسبوع تعب، فالواحدة ما تنسى نفسها جوا الزحمة بتاعت المسؤولية قدر ما تقدر، يعني أدي نفسك حقه. أنا خلصت اليوم التحلية، ده ما حتصدقوا هو شنو، ده بخور بتاع صندل، بس الصندل الباودر. لو بتلاحظوا مرات بنشتري أنواع بتاع البخور العربي ده بيكون مفتفت كده، إن شاء الله حوريكم الطريقة في الفيديو الجاي. وده كان بخور صندل، لكن هو ما باودر، صندل كرام عادي. الريحة طبعا كان دمار شامل، هو اللي أصلا حمسني أقوم أعجن الحنة وأتحنن كمان بالمرة. فحبيت بعد ما خلصت البخور أجرب ريحته، كان خرافي، الريحة كان خرافي، فقلت أديكم بس تست عن فيديو بكرة إن شاء الله. وعجنت حنة، الحنة قاعدة أوريكم طريقته، دايما بقول لكم بموية دافية وباخد معاه شوية سراتية، كمان معاه شوية سكر، بخليه مسافة طويلة قبل ما أبدأ أتحنن، يعني أقل شيء نص ساعة ساعة ما بيفرق، تعجنه لحد ما تحسي إنه الحنة بقت ناعمة. ده كان الفيديو اليوم، حبيت أشارككم يومي كان كيف وخلصته كيف. هو فيه نوع من التعب طبعا أكيد، فبرضه مع التعب يعني الواحدة تحاول تقضي أمورها، لأنه ما في حد حيجي يقضي لك أمور بيتك، زي ما بيقولوا النوم بيجيب اللوم والكسل ما حبابه. فإن شاء الله دايما كلنا نشطين ونخلص أمورنا وما نحتاج لزول، طول ما ربنا مدينا الصحة والعافية، يعني الله لا يحوجنا لإنسان أو لشيء، فدايما يعني نحمد ربنا كثير، وإن شاء الله الفيديو ما يكون تقيل عليكم. مع السلامة.